مرحبا يا حلوين، اهلا وسهلا فيكم مرة تانية بقناتي. فيديو اليوم حبيت احكي عن بلاشرات كتير انشهرت بالفترة الاخيرة من شين واسمها شيغلام كلر بلوم ليكود بلش. كتير كنت متحمسة اطلب منهم واجربهم بصراحة، قررت اجيب البوكس اللي فيه كل الالوان حتى الفيديو يساعدكم اذا حابين تطلبوا هدول البلاشرات، خاصة انهم بينباعوا اونلاين وسمعت انه في درجات فيها جليتر، هذا الاشي مش كل الناس بتحبه اكيد، عشان هيك جبت كل الألوان حتى نشوف كيف شكلهم مع بعض. طبعا البوكس وصلني مطعوج شوي من الجهة الأمامية، أتوقع أنه صاير له إشي بالشحن. مكتوب عليه أسماء البلاشرات من قدام ومن ورا عليه أسماء الدرجات والألوان. مصممينه أنه يسكر باستخدام المغناطيس، أول ما تفتحوه بتشوفوا أنه في قطعة للحماية بتيجي طرية نوعا ما حتى أتوقع ما ينكسروا البلاشرات. كمان في ورقة حاطين عليها بعض الريفيوز الموجودة على موقع شين. بوكس بيحتوي على 8 ألوان، طبعا بتقدروا تشتروا كل لون لحاله أكيد. الحلو إنه عاملين درجات تزبط لكل ألوان البشرة. حجم كل بلاشر 5 مل تقريبا. خلينا نحكي عن شكل البلاشرات من برا. طبعا خامة العلبة هي من البلاستيك المقوى، وزنها خفيف نوعا ما، جاي مضلع بشكل سداسي. اللون تاعها بيجي باستيل بينك، ببلش واضح وبعدين بخف تدريجي ليوصل اللون الشفاف حتى نقدر نشوف الدرجة منه. يعني العلبة تقريبا جاي تصميمها أومبري. غطا العلبة بيلمع بس العلبة نفسها بتكون مات زي ما شايفين. اسم المنتج مكتوب باللون الذهبي. صراحة شكلهم كيوت من برا وكتير حبيتهم. قبل ما تفتحوهم وتستخدموهم لازم ترجوهم منيح. الابليكيتر تاعتهم جاية مش طويلة وكبيرة نوعا ما، اسفنجية، والاسفنج تاعها كتير ناعم، بيطلع عليها كمية منيحة من المنتج. صراحة أول ما شفتهم فكرت إنه ما رح يوصلوا للمنتج بآخر العلبة لأنهم قصار، بس القوام تاع هذا المنتج مايل جدا للسائل، يعني حرفيا ممكن ينكب منكم إذا ميلتوه كتير وما انتبهتوا. الفورميلا تاعته بتيجي كريمي خفيف وناعمة، بلاشر إله ريحة سويت حلو برأيي، ممكن ما تعجب الكل. ونحكي بالتفصيل أكتر عن هالمنتج بالنسبة للبيجمنتيشن والدمج. طبعا لونهم بسرعة ببين، فما في داعي تحطوا كمية كتير كبيرة منهم. حبيت الدمج تاعهم بفرشاية أكتر من بيوتي بلندر أو باستخدام الأصابع، وانصحكم تدمجوهم أول ما تحطوهم، يعني ما تستنوا عليهم حتى الموضوع يكون أسهل ويطلع طبيعي أكتر. بنصحكم تحطوا 3 نقط من المنتج تقريبا، الكمية هاي بتكون كافية برأيي. شكلهم كتير حلو على البشرة، وإذا اخترتوا شيد ما فيه جليتر ببين إنه بشرتكم تقريبا ما عليها إشي، ما بيطلع شكلهم سميك أو أوفر. ثباتهم حلو، يعني بضلوا لحد 8 ساعات مكانهم. بنصحكم أكيد إنه تثبتوهم ببودرة عادية أو بلاشر باودري إذا بتحبوا. صراحة انصدمت بالكواليتي لأنها حرفيا بتجنن صراحة، خاصة بالنسبة للسعر. بتحسوا الكواليتي يقارن بكواليتي ميك اب الهاي اند، مع إنه البوكس كامل سعره أقل من سعر بلاشر واحد من براند هاي اند. بنصحكم تجربوه إذا كنتم من الناس اللي بتحب البلاشرات السائلة. هلا خلينا نحكي عن كل درجة بالتفصيل. أولا رح أحكي عنه، كتير انشهر من عندهم طبعا، وأنا صراحة شفت في كتير ناس حاكين عنه. اسم الدرجة هي Love Cake ورقمها 101. هاد بيجي لون تقريبا بيبي بينك. طبعا هاد من الدرجات اللي بيجي فيها جليتر واضح، يعني إذا بدكم بلاشر شكله طبيعي فما أتوقع إنكم تحبوا هاي الدرجة. طبعا الجليتر ببين معكم بس تدمجوه. لون الدرجة حلو بس الجليتر جدا واضح، يعني حسيته مناسب لمناسبات أو حفلات. كمان حلو للبشرة البيضة والحنطية. الدرجة اللي بعدها واللي صراحة أنا كتير حبيتها وحسيتها مميزة اسمها هش هش. تقريبا هذا اللون وصفه نود مايل للكورل، جدا حلو ناعم، برأيي مناسب لكل يوم، وحتى حلو تستخدموه إذا ما بدكم يبين إنكم حاطين مكياج. ما فيه لا جليتر ولا لمعة. الفينش تاعته زي البشرة بتطلع تقريبا، وكتير حبيته. هاي يمكن أكثر درجة حبيتها من كل هدول. أما اللي بعديها فحسيتها كتير بتشبه هش هش، ولكن اللون تاعها جاي أغمق بشوي. اسم الدرجة هي Float On ورقمها هو 102. طبعا هاي الدرجة فيها شماري كتير صغار لونهم ذهبي، هم حاطينهم لعكس الإضاءة، ما بيكون شكلهم كتير أوفر ولكن ببينوا، فإذا كنتوا بدكم ما يبين إنكم حاطين بلاشر فبرضو هاي ما رح تكون خيار مناسب إلكم. الشماري اللي فيه ببين على إضاءة معينة، زي ما حكيت لكم هو مش كتير أوفر، ممكن استخدام يومي عادي. صراحة درجة حلوة ومناسبة للصيف. والدرجة الرابعة كتير كيوت بصراحة، بتيجي مش كتير فاتحة ولا كتير غامقة، يعني وسط. اسمها روز ريتشوال، ومن اسمها فهي درجة من درجات اللون الوردي. كتير حبيتها برضو، من الألوان اللي ما بيجي فيها لا شمر ولا جليتر، مناسبة للاستخدام اليوم كتير، ببين بس إنه بشرتكم محمرة شوي وبشكل كتير طبيعي. أما اللون اللي بعده برضه هو من الألوان اللي كتير انشهرت، جاي درجة أغمق من اللي قبل، رقم اللون هو 103 واسمه Devoted، جاي لون وردي مايل شوي للكورل، وحسيته من الألوان اللي بتيجي فاقعة نوعا ما، وكمان فيه جليتر جدا واضح. هاد صراحة حسيته بينفع لحفلة أو مناسبة، لأنه حتى الدرجة جاي كتير انتنس. وهلا رح أحكي عن درجة شوي غريبة بالنسبة لبلشر، يعني حسيتها بتعطي على برونزر، بس صراحة حلوة على الاستخدام، وحسيتها بتعطي تحديد شوي للوجه. اسم الدرجة هي Birth Day Suit، جاي لون بني فاتح تقريبا، هو درجة من درجات النود أكيد، بس ما بتعطي هنت على درجات تانية، يعني بيجي بيور بني، ممكن ما تعجب الكل. هاي الدرجة ما فيها لا شمر ولا جليتر، حسيت ممكن تكون أحلى وأنسب للناس اللي بشرتهم أغمق شوي. والدرجة اللي بعدها بتيجي من الألوان الغامقة واللي صراحة حسيتها مميزة، اسم الدرجة 104 واسمها Risky Business، تقريبا هذا اللون بلوم أو يعني لون زهري فيه أندرتون على بني، جميل اللون، هاد برضو فيه جليتر، فيعني انتبهوا إذا كنتوا حاطين ببالكم تشتروا منه. صار الوقت أحكي عن آخر درجة بفيديو اليوم عن هدول البلاشرات، اسم اللون هو Swipe Right، جاي لون بنفسجي فيه أندرتون على بني، يعني تقريبا هيك بينوصف. هاد مناسب أكتر للبشرة السمراء والحنطية، إذا كانت بشرتكم فاتحة ممكن تحطوه بس لا تكتروه لأنه ممكن يطلع غامق عليكم، وكمان ما فيه لا شمال ولا جليتر. بنهاية هذا الفيديو حكولي انتو إذا جربتوا هالبلاشرات واكتبولي رأيكم فيهم، كمان حابة أعرف شو أكتر درجة حبيتوها أو شو الدرجة اللي انتو استخدمتوها. بالدسكريبشن بوكس حتلاقوا لينك هدول البلاشرات من موقع شين إذا كنتوا حابين تشتروا منهم، كمان ما تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام إذا لسه ما عملتولي. وبس هيك بكون خلص فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم، إذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك، سبسكرايب، وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد من قناتي. بشوفكم بالفيديو الجاي، باي.